المهم اذا سمحتي لي سي ياسين، انا عندي واحد التحدي خطير للوزير، غنطرح عليه 4 ديال الاسئله. السؤال الاول، حنا كمغاربه مسلمين عندنا 2 ديال الحاجات، عندنا الزواج وعندنا الطلاق. انت والناس اللي دافعينك للواجهه جبتوا لنا مصطلح جديد اللي هو العلاقات الرضائيه. اشرح لنا بالدارجه المغربيه شنو هي العلاقه، قلنا شنو هي العلاقه بالدارجه المغربيه، وشنو هي العلاقات الرضائيه بالدارجه المغربيه، لانه لابد من اللي تكون غادي تعمل شي قانون اللي غادي ياثر على المجتمع كامل، على الاقل شرح غير المغاربه بالدارجه باللغه اللي كيفهموا شنو هي العلاقه الرضائيه بالدارجه. هذا التحدي الاول. بس الوزير والجماعه ديالو كيقول لك سيدي، بما ان هاد الناس هادو اللي كيمارسوا العلاقه خارج اطار الزواج بيناتهم التراضي، يعني راضين كلا الطرفين راضين، حتى شي واحد ما غصب عليهم، فما عندنا علاش نجرموها ونعاقبوهم. بلغه القانون، انت سي الوزير رجل القانون ما شاء الله وقاري تبارك الله، التجريم يسقط اذا حضر ركن التراضي. اذا قلت لي نعم غادي نقول لك حتى الراشي والمرتشي بيناتهم ركن التراضي، حتى اللي كيبيع وكيشري المخدرات بيناتهم ركن التراضي. حتى شي واحد ما بزز على اللي غادي يشري المخدرات انه يشريها، وحتى شي واحد ما بزز على اللي كيبيع المخدرات انه يبيعها، وتلاقاو جوج ديال الاطراف اللي بيناتهم تراضي، واحد باع وواحد شرى. اذا ما خصناش نجرموا البائع ديال المخدرات والرشوه. واش هو هذا المنطق ديالك ولا لا؟ هذا هو التحدي الثاني سي الوزير. وجد راسك دابا للتحدي الثالث والرابع، انا ماشي وانا كنعلنيهم. سي وهبي، انت راجل القانون ما شاء الله اللهم بارك، كتعرف بلي انه اي دوله عندها قوانين، وداك القوانين كتكون كتستند للدستور، فما يمكنش نلقاو في شي دوله معينه قوانين اللي كتخالف الدستور. هذا كيف ما كنقولوا من المعلوم بالضروره في القانون، يعني الطالب ديال سنه اولى في القانون كيعرف هذه المعلومه هذه. الدستور المغربي ينص بكل صراحه على انه الدولة المغربية دولة مسلمة، وأن الإسلام هو من المصادر الرئيسية للتشريع. إذن أنتم باغيين تبيحوا الزنا، والزنا من أكبر الكبائر في الإسلام وهو جريمة. مش ممكن نعتبروا بأنكم الآن كتقوموا بانقلاب على الدستور، بانقلاب على الدولة اللي فيها إمارة المؤمنين؟ راه هذه الأسئلة اللي كيطرحوا المغاربة دابا، خصكم تجاوبونا بكل صراحة. وعلى ذكر إمارة المؤمنين، وجد راسك للتحدي الرابع. السؤال يقول، ويمكن لك تستعين بصديق ولا بالجمهور لهذا السؤال هذا. السؤال يقول، حنا عندنا إمارة المؤمنين، وعندنا أسرة كتحكم المغرب من القرون هذه اللي كتسمى العائله الملكيه الشريفه. واش تبغي الاميرات والامراء ديال الاسره الشريفه انه ينتشر بيناتهم العلاقات الرضائيه؟ واش تبغي ان الدوله تلجا للADN باش تقلب وتفتش على هذا ولدو ديال الامير، هذا ولدو ديال الاميره، اجي انت يا فلان وقيل انت هو الاب البيولوجي ديال هذا المولود الجديد؟ حاشاهم طبعا، انا غير كنعطي مثال وافتراض بلي ان هذا الشيء هذا راه وقع وتطبق في المغرب. لذلك انا كنتحداك السي الوزير، وانا اقسم بالله العلي العظيم ما تقدر تجاوب على هذا التحدي هذا، لانك حتى واذا جاوبت عليه وقلتي لي لا، كيفاش ما كتقبلش العلاقات الرضائيه للاسره الشريفه وكتقبلها للبنات ديال المغاربه؟ اذا غادي تكون انت محتاج للمستعجلات في اخر وقت. واذا قلتي نعم، المغاربه غادي يتهموك مباشره بانك تستهدف اماره المؤمنين. الامور خصها توضح، لذلك انا طرحت لك التحدي هذا ولا بد خصك تجاوب عليه. فهذه هي التحديات الاربعه، وانا متاكد انك شنو ما جاوبتي غادي تكون في ورطه، ولكن مع ذلك التحدي ها هو مفتوح. الكلام ديالي للوزير تاع دابا، غادي نوجه الكلام ديالي للاسره المغربيه، وبالضبط للام المغربيه وللبنت المغربيه. انت الام المغربيه اللي ولدتي وكبرتي وسهرتي الليالي وبذلتي المجهودات والتضحيات باش تكبر وتوجد هذه البنت هذه حتى وصلت لسن الزواج، واش تبغي اللي يجي يدق في الباب وبالاصول ويطلب بنتك معززه مكرمه بشكل رسمي وعلني، ولا تبغيها كل مره تخرج تبرتش مع شي واحد؟ سمحوا لي يا المغاربه، انا غادي نستعمل المصطلحات اللي هي شويه سوقيه، لانني باغي نوصل الفكره. وهذا السؤال هذا كنوجهه لكل الامهات المغربيات بغض النظر على التوجه ديالها، واش مسلمه علمانيه ولا ملحده، واش